أنا جاي أعمل معاك صفقة كويسة. تحت أمرك، أنا عندي في البازار تماثيل كويسة جدا. يا سيدي مين اللي قالك بس إن أنا عايز تماثيل؟ أمال حضرتك عايز إيه؟ آثار يعني متهربة وكده؟ لا 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 حضرتك، ماليش أنا في الآثار خالص. أنا هدفع لك مبلغ كبير. حضرتك عايز الآثار دي من أنهي مقبرة بالظبط؟ يا سيدي أنا لا عايز آثار ولا عايز مقبرة، أنا بنتي في المستشفى. لا 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 حضرتك، لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصاريف بتاعت المستشفى. لا حضرتك، هي اللي اغمى عليها لوحديها وحضرتك شفتها بنفسك يعني. يا سيدي اسمعني للاخر، انا بنتي لما اغمى عليها اغمى عليها لما شافتك، اصل في شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطيبها هاني. هاني لما مات حصل لها صدمة عصبية، وانا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه، يعني انت ممكن تعمل خطيبها وتكرهها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل. ايه بس حضرتك دي يعني بيندرج تحت اسم الكذب، وانا ما بحبش اكذب ابدا. يا سيدي مين اللي قالك ان ده كذب؟ دي كذبة بيضة. كذبة بيضة، كذبة زرقاء، انا ماليش دعوة. طيب اتفضل. لا حضرتك، لا 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 اتفضل. ده برضو يعني بيعتبر كذبة حضرتك، انت عارف يعني. لا كذب كذب. اتفضل. بص حضرتك، انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجه يعني، لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر، فمقدر كويس قوي يعني ايه واحده تتصدم. عارف حضرتك انا اتصدمت بتاع 15 مره قبل كده، فاكتر من واحده اتصدمت فيها، بس كان لاسباب خارجه عن ارادتي. عشان كده اما بقول لحضرتك ان انا موافق فانا موافق يعني. حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى؟ دول 15,000 جنيه، ممكن نبتدي من امتى؟ نبتدي زي ما حضرتك تحب. امتى بالظبط؟ لا يمكن، لا 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 يمكن استحمل ان انا اشوفك بتبص لوحده تانية وبارادتي الحره. بص انت عايزه بس عوامل مساعده يعني عشان تقتنع بالحكايه دي. بص يا ست، جبت لك ازازه البرفان اللي انت بتحبيها. طيب جبتلك علبة المكياج اللي كان نفسي فيها من زمان، وانا كنت بقولك معيش فلوس وبتاع اهي. دي مش فرنساوي يا عادل، ايه ده؟ بلاش دي، ايه رأيك في ده؟ 5,000. بص يا عادل، هو طبعا طبعا يعني انسانيا هو لو هدف نبيل اوكي زي ما انت عايز يعني عادي. يا حبيبي كل السنين دي كنت مسافر؟ كنت مسافر، وبلاد تشيلني بقى وبلاد تحطني بقى، وفين الاكل امال؟ الذبايح الذبايح. مين دول؟ دول شغالين ان هو بيخدموني يعني، لان انا صراحة جربت الرجالة، بس الرجالة بقى ما كانوش مظبوطين يعني، كانوا بياكلوا المخدرات ويحطولي بدلها بودرة اطفال وسبيداج. في حاجة ولا ايه؟ ايه بيت الرعب اللي انت ساكن فيه ده؟ لو مش عاجبك يلا روحي، قومي روحي. لا يا حبيبي، انا طول ما انا معاك مش هخاف من حاجة ابدا. طيب يلا بقى انا اكل بقى. ايه ده؟ بايدك يا حبيبي؟ بايدي. ايه في ايه؟ كلي. حاضر هاكل. قول يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط السلطة على المهلبية. انا كده احط السلطة على المهلبية، وبعدين كمان باكل البطيخ جوه البتنجان. بنعمل محشي بتنجان بالبطيخ، في حاجة ولا ايه؟ ده يبقى كوكتيل جن. اعمل ايه؟ هي بتقول لك ايه؟ ما فيش حاجة، كلي كلي. طب ما تاكل انت. مش عايز اكل. ليه يا حبيبي ليه؟ انا راجل رزل، ايه عايز ايه؟ خلاص اللي تشوفه براحتك. لو سمحتوا شيلوا الاكل. ها شيلوا الاكل. ايوه انا هقوم بقى. الخطه الف باظت، الخطه ب باظت. باظت باظت، انا هطق هموت. هاتوا الاكل اللي بيتاكل بعد الاكل.
خد خد. فين الترمس؟ هات الترمس. ايه انا بحب ازبل، انا بحب ازبل حواليا. في حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه، عمري ما قلت حاجه. ها؟ انا بس عايز اسالك، فين هاني حبيبي بتاع زمان؟ فين مامتك وباباك؟ مامتك وفين فيلة المنصورية؟ ليه مش ساكن هناك؟ فيلة المنصورية؟ ولا كان عندي فيلا في المنصورية؟ انت نسيت يا هاني؟ انا هفكرك. انت بتخش كده بتلاقي الفيلا في وشك، وبعدين بتلاقي نافورة، مية نافورة، واليمين الباركينج، والشمال الجنينة والبيسين، ورا ملعب التنس. انت نسيت؟ بعتهم. انا بعت كل حاجة عشان خسرت الفيلا دي، خسرتها في الأمارة عشان راجل أمارتي، عشان راجل. وبعدين عارفة أبويا وأمي اتبريت منهم وحجرت عليهم. عايز حاجة ولا إيه؟ يا لهوي لهوي. إيه ماما أنت نسيتي ولا؟ يعني أنت قصدك إن إحنا هنبتدي من الصفر؟ لا ده إحنا هنبتدي من تحت الصفر بقى، عارفة؟ هنبتدي من على البلاط. هبتدي بقى من على البلاط كده ونعيش على البلاط، والفترة اللي جاية دي هتبقى إيه؟ أيام سودة، مش علينا إحنا بس، على كل اللي هيعرفوني. بجد؟ من البلاط؟ من البلاط. واو الله حبيبي، أنا هفضل جنبك طول عمري ومش هتخلى عنك، أنا بموت في البلاط. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ايه اللي بتحب البلاط دي؟